هذا وتوافق وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعاتهم على تبني جميع مشاريع القرارات التي توافق عليها المندوبون الدائمون تمهيدا لرفعها إلى القادة العرب في اجتماعهم غدا الأربعاء. وأكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن هذا التوافق يعكس اهتمام وحرص الجميع بأن تكون قمة عمان منطلقا لعمل عربي جامع وشامل ومنسق لمواجهة التحديات. وشدد الصفدي على حرص القادة العرب على العمل معا وبشكل أخوي لإطلاق حقبة جديدة من العمل العربي وزيادة التعاون العربي المشترك. يوما إيجابيا بكل معنى الكلمة، اجتمع وزراء خارجية الدول العربية، ناقشنا القضايا المطروحة على جدول الأعمال، وتم تبني كل القرارات التي كان توافق عليها المندوبون الدائمون بروح عكست حرص الجميع واهتمام الجميع بضرورة أن تكون قمة عمان إن شاء الله منطلقا لعمل عربي جامع شامل منسق. هذا وتنعقد القمة العربية في ظروف استثنائية، حيث يتضمن جدول أعمال القمة ملفات مهمة كالقضية الفلسطينية والأزمة السورية وملف الإرهاب. وقبيل انعقاد القمة أكد محللون سياسيون بأن قمة الأردن هي قمة للتوافق والاتفاق حول مجمل القضايا العربية، وأنه من المؤمل أن تخرج القمة بقرارات يتجدد من خلالها مسار العمل العربي المشترك، خاصة فيما يتعلق بملفات التنمية والاقتصاد ومكافحة الإرهاب، مؤكدين أن القمة تنعقد اليوم في مناخ إيجابي بعيدا عن التوترات السياسية، حيث أن هذه القمة من المؤمل أن تفتح آفاقا أوسع للنهوض بالتعاون من أجل توحيد الصف العربي وتهيئة الأرضية المناسبة للتنمية البشرية والاقتصادية. الواقع يعني حضور الزعماء العرب أصحاب الجلالة وأصحاب الأمراء وفخامة الرؤساء لهذه القمة دليل على أنه حرصهم على إنجاح هذه القمة، خاصة في ظل الملفات الهامة اللي موجودة على أجندة هذه القمة. يعني الوضع واضح في حشد كبير جداً من الزعماء، ثقلهم عالي ويعطوا ثقل لهذه القمة، وأيضا وجود أصحاب الجلالة الملوك والرؤساء العرب وعلاقاتهم المتميزة مع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني، اللي حريصين جدا على إنه هذه القمة تكون قمة كما تفضلتي، قمة التضامن وقمة الأمل. لابد من كبح جماح من يقف وراء هذه الجماعات الإرهابية، سواء كانت إيران أو غير إيران. الدول المستقلة لها سيادتها الوطنية، وبالتالي لابد من نتأمل من مؤتمر القمة العربي أن يتخذ قرارات حازمة تجاه هذه القوى الخفية والأصابع التي تلعب أو تحاول أن تلعب بمنظومة الأمن القومي العربي والأمن الوطني للدول العربية مجتمعة، مع لابد من العودة إلى أس المشاكل كاملة وهي القضية الفلسطينية. نتأمل أن يكون هناك قرارات تشير إلى ذلك، وأن يكون متابعات لترجمة القرارات على أرض الواقع. هذه المناخات الإيجابية اللي تعقد فيها القمة راح تهيئ فرصة جيدة لفتح حوارات ليس فقط عامة بل أيضا حوارات بينية.